حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نختم سلسلة النصائح الذهبية للبدء بحفظ القرآن بالنصيحة رقم 30. الحقيقة أيها الأحبة، قدمنا فيما مضى نصائح يعني كيف تخلق أو تنشئ رغبة لحفظ القرآن، لأن الرغبة أهم شيء، والرغبة لا تنشأ إلا إذا أدركت تماما الهدف الحقيقي من حفظ القرآن وفوائد حفظ القرآن وماذا يترتب على حفظ القرآن وما الذي ستستفيده من حفظ القرآن في الدنيا ويوم الموت وفي القبر ويوم لقاء الله. يجب أن تحسب الأمور بشكل صحيح. اليوم أيها الأحبة، أنا يعني وضعت عنوان أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل. قد يكون عمرك 50 أو 60 أو 70 أو 80 سنة، نسأل الله لكم جميعا طول العمر والبركة فيه. لا تقل فات قطار العمر، بالعكس، أنت الآن كلما تقدم العمر يجب أن تدرك أو تتدارك ما تبقى من وقتك. لا تدري، الموت قريب وساعة الرحيل قد تكون قريبة جدا، ساعة الصفر. لذلك ينبغي أن تحفظ أي شيء من القرآن. قل في نفسك يجب أن ألقى الله وأنا حافظ لشيء من كتابه، لشيء من كلامه. الله تبارك وتعالى يقول عن القرآن، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبنا أيضا، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يعني سوف تسأل أيها الإنسان، أيها المؤمن، أيها المسلم، سوف تسأل عن هذا القرآن. أقل شيء تقدمه للقرآن أن تقرأه وتحفظه وتتدبره وتحاول أن تعمل بما جاء فيه قدر المستطاع. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. تذكر أخي الحبيب أن المهمة الأساسية التي جاء من أجلها سيد البشر صلى الله عليه وسلم هي القرآن. حياته كانت عبارة عن شيء واحد، هو القرآن. لذلك لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، فإذا كانت محاولات الحفظ السابقة قد فشلت، ماذا عليك أن تفعل؟ يجب أن تبدأ منذ هذه اللحظة. ابدأ منذ هذه اللحظة باتخاذ قرار حفظ القرآن وتوكل على الله. الله يقول فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يجب أن تعلم أنك بمجرد أن تتخذ قرار التوكل على الله وتقول سأتوكل الآن على الله وأبدأ وأباشر بحفظ القرآن، اعلم أنك دخلت ضمن محبة الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب المتوكلين. حقيقة ينبغي على كل مؤمن، كل إنسان يدعي أنه مسلم، أن يبحث عن حب الله له. كيف يحبني الله عز وجل؟ أحيانا الإنسان يبحث عن رضا مديره في العمل، يبحث عن رضا زوجته مثلا، يبحث عن رضا من يحب. ولكن هل فكرت كيف تبحث عن محبة الله؟ كيف يحبني الله عز وجل؟ الله عز وجل يحب المتوكلين. كلما توكلت أكثر على الله وسلمت الأسباب لله عز وجل فإن الله يحبك. وتذكر أن الله سيساعدك على حفظ كتابه العظيم. لذلك أخي الحبيب، يعني والله حفظ القرآن متعة، لذة طبعا لا يشعر بها إلا من حفظ كلام الله في صدره. ولكن الحفظ أيها الأحبة درجات. هناك حفظ
ميكانيكي مثل آلة أو مثل حفظ الكمبيوتر، وهذا ليس له أي أثر يذكر على الإنسان، أثره محدود جدا. وهناك حفظ أنا أسميته الحفظ التدبري للقرآن، أن تعيش داخل كلمات القرآن، وأنت تقرأ آيات الله يجب أن تستشعر هذه الآية، يجب أن تتدبر كل كلمة من كلماتها. لذلك دعوني أختم هذه السلسلة من الحلقات بآية عظيمة أيها الأحبة. هذه الآية تخاطب الناس جميعا، هي ليست موجهة للمؤمنين وليست للمسلمين فقط. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن دعونا نفرح برحمة الله، دعونا نفرح عندما نسمع كلام الله. المؤمن عندما يحفظ كلام الله ويستمع إلى كلام الله ويتدبر كلام الله يشعر بالفرح، يشعر بالبشرى، يشعر بأن همه قد زال، يشعر بالأمان، يشعر بالطمأنينة. لذلك مثل هذه الآية عندما تحفظها، هذه الآيات من سورة يونس، فعندما تريد أن تحفظ آية مثل هذه لا تقول هكذا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فقط، وتكرر. لا لا لا، أولا حلل هذه الكلمات. يا أيها الناس، إذن القرآن موجه لكل الناس، وأنا كمؤمن أنا معني أكثر بهذه الآية. يعني إذا كان الملحد الله وجه له هذه الآية، فكيف بالمؤمن؟ قد جاءتكم موعظة من ربكم. موعظة يعني أنا بحاجة للموعظة، بحاجة لمعلومات أحتاج إليها في حياتي لن أجدها إلا في القرآن، أحتاج إلى الشفاء، والشفاء لما في الصدور. الآن نحن في عصر الوباء، بحاجة لكلام يعني يكون حماية لنا وحفظ لنا من شر هذا الوباء، لن نجد أفضل من القرآن أيها الأحبة. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الإنسان أحيانا يكون أمام قرارات كثيرة لا يهتدي، لا يعلم كيف يهتدي، بفضل القرآن ستهتدي، بفضل بركة القرآن. القرآن فيه رحمة، عندما تقرأ القرآن فإن رحمة الله تظللك. ولذلك قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يعني أنا عندما أقرأ هذه الآية يجب أن أفرح أن الله هداني لحفظ القرآن، لا أفرح لي لمتاع زائل من الدنيا أو لشيء يعني متعة مؤقتة قد تنتهي بالألم، قد تنتهي بحزن، قد تنتهي بفراق، واللذات كلها ستنتهي بالموت. أفرح برحمة الله سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرحنا بلقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.